بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فارس في المقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون فيفا 21 نمط المهن للاهلي، حلقه جديده اليوم. اوعدكم باذن الله اني راح اقلب الدوري، راح تشوفوا قلبه تاريخيه في الدوري، راح تقولوا ايش الاداء هذا يا فارس، ليه ما سويت كذا من بدايه السلسله؟ انا اعتذر لكم يعني، فالصراحه هذا هو رد انه انا اعتذر لكم. وبتشوفوا الاداء من مباراه اليوم، بتشوفوا اداء تاريخي قدام الاتحاد، بتقولوا هذا الاهلي، بتستغربوا. فايش التكتيك؟ راح يكون ضغط متواصل، العمق، اللعيبه يرجعون لورا عشان لا يتركوا مساحات. اوكي اوكي اوكي، لعبون في منطقه الجزاء عادي، الركنيات نبغاهم يزيدوا شويه. ايش التشكيله؟ الحارس العويس، الدفاع سانتوس، وبجانبه مين؟ عبد الباسط هندي. عبد الباسط هندي راح العبه يسار، اوكي، وسانتوس يمين، حسون في اليمين، الزبيدي في اليسار، خط الوسط نوح الموسى، وبجانبه فتسا. لازم تأمن وسطك، هذول خلاص ما يخرجوا، يلعبوا المباراة كامل. إذا دخل مجحد أدخل بدال فتوحي، أوسو المؤشر، المهاجم عمر السومة، متري تخليه شوية يسترجل وبعدين نشوف إن شاء الله حل. فطولت كثير في الكلام، ندخل على المباراة أمام الاتحاد، الديربي، وبإذن الله بجلدهم جلد وارجع لكم. ما راح تعدي اليوم يا اتحاد، بإذن الله ما راح تخرج من هنا إلا أنت مهزوم مهزوم. يا السلام يا زبيدي، غطي غطي زين يا زبيدي، شد التغطية السيئة في اللقطة الماضية. شوفوا سانتوس، شوفوا المرجلة فتسة. يلا 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 يا شباب، أنا اللي عجبني السومة، السومة متمركز صح اليوم. أنا أعطيته تعليمات في التدريبات كيف يتمركز صح، وفعلا طبقها، ويعني شوفوا الحين ما شاء الله متمركز صح، وبإذن الله هذه جول. يا الله صدها قروهي، صدها صدها، هيا تكفى هذه جول بإذن الله المؤشر. يوه يا أوسو كيف ضاعت. يا السلام يا عبد الباسط، مرجلة مرجلة. محمد الزبيدي من على الطرف، حلوة. يا الله 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 على الهدف الجميل. يا السلام عليك يا محمد الزبيدي، تعال 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 تعال. والله الزبيدي قدم عرضية جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا من فين، شوفوا كيف حطها على راس السومة، ما كملت، جات الأوس وسجلها. يا رب حسبوا اسيست للزبيدي، والله اللقطة اللي سواها تستحق فعلا نحسبوا له اسيست، والله ما حسبوا له حرام. مرة لقطة جميلة، لقطة جدا جدا ممتعة، أنا استمتعت فيها كيعني مدرب بكل أمانة. يا السلام يا سانتوس، يا السلام يا عبد الباسط. لا لا والله مرجلة من دفاعنا اليوم، شادين حيلهم. حلو 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 التراجع، هذا هو التراجع اللي انا ابغاه كمدرب. ابغى اللعيبه كلهم سوا. برونو هنريكي خطيره، العويس، هيا الزبيدي، هذه باذن الله فيها كوره خطيره. يا سلام يا زبيدي، حلوه حلوه لصامول اوسو، والله جدا جميله. روح يا صامول، صامول انطلق على الطرف. حسون يلا زبيدي، والله الزبيدي اليوم استرجل، والله استرجل اليوم الزبيدي رجال. يا اخي ما كملت، والله قاعدين نلعب اداء حلو جدا. رودريغيز اضغط اضغط يا حسون. والله لعيبتنا لياقتهم نازله، يعني الشوط الثاني يا حظ الاتحاد، بيرتاح في المباراه، والله مره بيرتاح. يا السلام يا عبد الباسط، مرجله مرجله ما شاء الله، كل لعيبتنا في الشوط الاول قدموا اداء كبير. ترى الدفاع لولا الكروت الصفراء كان كلهم تقييم عالي، فبكل امانه ابى لسه اللعيبه يرجعوا يدافعوا اكثر واكثر، ابى كل اللعيبه يدافعون، ما ابغى احد يبقى يهاجم. شايفين كيف؟ ما ابغى احد يبقى يهاجم، كلهم يرجعوا يدافعوا، كلهم كلهم من اولهم لاخرهم، كذا 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 تسوي كذا في التشكيله. وحتى السومه يصير سي اف، ما يصير مهاجم، اوكي. ابى الكل يدافع، ما تتركوا للاتحاد فرصه واحده للبقاء. شايفين ايش يعني فرصه واحده للبقاء؟ انه يهاجم ما ابغاها، ابى الكل يرجع ورا. خطيره، يا سلام يا عويس، الكابتن الكابتن وسط غياب الجميع يظهر في اللقطة الماضية، يظهر في اللقطة الماضية. سلام عليك يا عويس. السومة روح يا عقيد، روح روح.
بدخل الحين يزيد البكر ومحمد الفتيل والمجحد عشان نعزز الدفاع ورا بكل امانه. ما نبغى الاتحاد يقدر يبني هجمه واحده، شايفين كيف؟ هجمه واحده ما نبغاه يبنيها. عبد الباسط هندي جات اصابه بسبب اللياقه اللي يعني استنزفت تماما في مباراه اليوم من عبد الباسط ومن كل اللعيبه، الله يعينهم. خطيره خطيره، استلمها يا عويس، استلمها يا عويس، خطيره خطيره. ارجعوا ارجعوا كلكم، ارجعوا كلكم. يا سلام يا عيال، مباراه العمر الصراحه لو قدرنا نفوز فيها. والله رجال، اقسم بالله رجال. غطي 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 غطي، يا السلام عليك، يا السلام يا محمد الزبيدي، يا السلام يا زبيدي. الزبيدي بيضيع وقت، بيضيع وقت. خلاص خلاص فزنا باذن الله. فتسه حسون يزيد البكر، خلاص فزنا في المباراه بالضغط العالي. الاهلي يستطيع الحفاظ على الهدف الى نهايه المباراه. والله مباراه ممتعه ومتعبه. عمر السومة اسمه متواجد على دكة البدلاء، وقعنا القميص زي ما شايفين حق المباراة سانتوس متريتا، مباراة جدا قوية الاتفاق ضد الأهلي. يبحثان أو يبحث الفريقان عن أكثر من مجرد نقطة بكل أمانة، لأنه كل فريقين يعني قريبين من بعض في النقاط. لو هزمنا الاتفاق نعديه، فراح ندخل المباراة ونرجع لكم. طبعا بسوي له سكيب بكل أمانة، عندي ثقة في فريقي بإذن الله أنهم يفوزوا. الحمد لله فزنا 3-0، أوسو والسومة ومارين. والله رجال أقسم بالله كفو. مباراة الحزم مباراة جدا مهمة بالنسبة لي، أتمنى أنه إن شاء الله نفوز فيها، والرجال قدها بإذن الله وراح يجيبوا الفوز. فزنا 2-1، ما يهم إن شاء الله لو فوز 1-0، أهم شيء يفوز في النهاية. طيب عندنا مباراة حاسمة أمام أبها بكل أمانة، برضو يعني راح تساعدنا أنه يرتفع مركزنا أكيد إن شاء الله لو نجيب نقطة ورا نقطة. فمتريتا ومارين أساسيين قدام أبها بإذن الله يفيدونا كثير في ذي المباراة، وفعلا فعلا فعلا افادونا كلهم. سجلوا اثنين، متريتا سجل ومارين سجل. والله رجال المباراه الجايه قدام الشباب ما فيها اي مزح، الشباب منافس حقيقي لنا. طبعا لسه حلقه اليوم دسمه في الشباب وبعدها الوحده، وبعدين يعني لسه في عده مباريات بس ما راح نلعبها كلها في حلقه اليوم، راح نقسمها على حلقتين باذن الله. فمباراه الشباب باذن الله نجيب فيها الفوز. راح ادخل هذه المباراه بمتريتا لاول مره، يعني انا في المباريات اللي العبها راح اعتمد على متريتا فعلا وبس. الباقيين راح نجيب معتز، راح نشيل واللاعب عبد الباسط، و يعني تقريبا المجحد راح استدعيه، راح يبدا اساسي في مباراه اليوم بدل نوح الموسى. راح يكون محور دفاعي فتسه اوسو فتوحي والسومه ومحمد الزبيدي اللي قاعد يقدم اداء كبير بكل امانه في الجولات الاخيره. ندخل على المباراه ونرجع لكم باذن الله. السومه عمر، يا الله جميلة جميلة من عمر. سانتوس راسك يرحم أهلك، خطيرة. يا السلام يا زبيدي، لا لا دفاعنا ما شاء الله تبارك الله تحسن 360 درجة. أنا ما أقدر أوريكم كل لقطات تعرف عشان مدة المقطع، بس من وجهة نظري تحسن 360 درجة الحمد لله. صاروا يقدمون روحهم عشان الفريق بكل أمانة، وهذا الشيء اللي كنت احتاجه، وكنت تحتاج شوية خبرة، وبدأنا الحمد لله نوجد هذا الشيء. خطيرين والله، خطيرين الشبابيين والله خطيرين. يا السلام يا سانتوس، هذه هي الفدائية اللي اتكلم لكم عليها. يا السلام يا حسون، شوف الروح. فاول فاول، الحمد لله انه فاول، ترى كانت انفرادة خطيرة جول. اوكي كرت اصفر بس لا ما تجي هذيك جول. شوف الفاول لو ايش ما كان باذن الله ما يسجله، لو ايش ما كان، شايفين؟ اوكي في العارضه بس ما يدخل. خطيره لكن سانتوس خلصها. حسون عبد الباسط، عبد الباسط انطلق، حلوه يا عبد الباسط. المجحد والله مره سيئين الفريق هجوميا اليوم، مره سيئين. الدفاع مو مقصر هذه حقيقه يعني. يا سلام يا عويس، خطيره الكوره، خطيره خطيره والله والله. الشباب خطير وقوي لكن احنا لسه صامدين يا اخي، شايفين؟ قايل لكم خطير الشباب، خطير. ما تسمعوني والله ما تسمعوني. رحم امك يا زبيدي، شد حيلك.
اعتذر لكم اعتذر لكم كثير، لكن اللقطات ما انحفظت عندي والله، ما ادري شو المشكله اللي صارت، ممكن انه البرنامج فيه غلط او شيء، بس والله فزت 3-2 في المباراه، بس اللقطات كلها ما هي موجوده، فاتمنى تسامحوني على هذا الشيء. اوعدكم ان شاء الله انه ما تتكرر في الحلقات القادمه. على العموم هنا وصلنا لنهايه المقطع، واكرر اعتذاري لكم. كان معكم فارس اوفيشال، نشوف مقطع ثاني باذن الله. تحياتي لكم كلكم، مع الف سلامه.